الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الخلق والمرسلين وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من اتبع هداه الى يوم الدين مرحبا بكم ايها المشاهدون في هذا البرنامج خير الكلام ومن قناه بنونا مرحبا بكم في هذا اليوم هو يوم يوم التميز يوم العطاء يوم الارتقاء يرتقي الانسان بنفسه وهكذا المؤمن وهكذا الانسان الحريص على ايجاد السعاده في نفسه وفي حياه الاخرين دائما يسعى الى الارتقاء والتميز حتى ان رسول صلى الله عليه وسلم يغرس في نفوس الصحابه هذا الجانب غرسا عظيما يسال الصحابه رضوان الله عليهم من منكم من صام اليوم فيقول بكر انا من زار مريضا او عاد مريضا قال انا من اتبع جنازه قال انا من فعل كذا قال انا انه تميز ان يسعى الانسان في باب الخير فانظر هذا التميز اذا كانت هناك النتيجه ما اجتمعنا في عبد الا دخل الجنه في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن المتميزين حتى يرتقي الإنسان بنفسه في علاقته مع الله عز وجل وفي علاقته مع الآخرين في علاقة الإنسان مع الله لا ترضى إلا أن تكون متميزا واجعلني المتقين قال إماما واجعلني المتقين إماما ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن لله أهلين من الناس قيل من هم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله قال وخاصته إذا هنا هنا باب التميز مؤمن محب يرضى بأم بما أمر الله عز وجل فيسعى إلى الله عز وجل بكليته إذا هناك عنده جانب من التميز قيام هذا تميز عنده صدقات هذا تميز طلب علم هذا تميز عند الصوم هذا تميز يذكر الله كثيرا هذا تميز يدعو إلى الله هذا تميز ينفع الآخرين تميز يبذل الخير تميز الشهادة تميز تميز في من؟ في علاقة مع الله عز وجل شوف رحمة الله أن الأمر مقتصر على على عبادة معينة أو جانب معين. أنت العالم في ايش؟ فقه حديث تفسير في أي جانب. تعال أنت متميز. الثاني عنده أموال غني متصدق يبني المساجد، دور أيتام، يبني مراكز للقرآن، يبني مشافي، يعمل طرقات، أوقاف وهذا تميز في ايش؟ في عطائه. آخر ما شاء الله عليه اثنين وخميس وأيام البيض. تميز آخر يحفظ القرآن بقراءات هناك تميز آخر يساعد المحتاج ينفع الآخرين هذا الطبيب تعلم ونفع هذا المهندس تعلم ونفع هذا التميز ليش؟ لأنه يسعى في طريق يحبه الله إذن هذا التميز هذا هذا التميز ثم مع علاقتك مع مع الآخرين علاقتك مع الاخرين الرسول صلى الله عليه وسلم قيل عنه الصادق الامين هذا تميز هذا تميز تنظر في سيره الانبياء والمرسلين ما بعث النبي من الانبياء الا كان متميزا معروف بصدقه بشفقته بقوته موسى عيسى ابراهيم لوط اسماعيل، زكريا، يحيى، سليمان، داوود وغيرهم من الانبياء والمرسلون. اذا هم هناك تميز حتى وصلوا الى درجه النبوه والى درجه الرساله. فهذا الانسان في علاقته مع الاخرين لابد ان يكون هناك نوع من التميز الذي لديه في علاقته، هنا الصادق، هنا الامين، امانه. اخر ابتسامه، اخر دائما سمح رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى آخر الزوج مع زوجته أوه ما شاء الله تتكلم المرأة عن زوجها قال الله هذا الزوج يعني الذي لا أشك فيه زوجي أنا واثقة به زوجي جمال ودلال وأخلاق وتفنن وهو إذا هنا هنا تميز والرجل يتكلم عن زوجته أدب واحترام وجمال وأخلاق وسمو ودلال هنا تميز الأب مع أبنائه والأبناء مع آباء مع آبائهم على الأرحام مع الصحبة في الوظيفة هذا الرجل هذا بعطائه تلك المرأة بعطائها هنا تميز دولة متميزة لماذا؟ لأن المجتمع برمته متميز كل من وطأ ثرى هذه الدولة هو متميز وإلا كيف يكون للتميز عنوانا لهذه الدولة إن لم يكن خلف ذلك رجال هناك أناس صادقين هناك أناس مخلصين هناك أناس يعملون ليلا ونهارا حتى يرتقوا بأنفسهم لن تصل إلى تميز في علاقتك مع الله وفي علاقتك مع الاخرين الا اذا نظرت الى هذه الذات نظرت الى نفسك الى تكوينها ثم بعد ذلك نظرت في حالها ثم ارتقيت بها ثم ارتقيت بها لذلك يقول لك الطبيب كيف يستطيع ان يصل الى الدواء الا اذا شخص الحاله يعني إذا عرف تشخيصها بالضبط أعطاها الدواء حتى حتى يشفى هذا بإذن الله هذا المريض لذلك أنت لابد أن تشخص ذاتك لابد أن تشخص ذاتك أنت لا تستطيع أن تشخص ذاتك لربما إذا فاسأل به خبيرا اسألوا هل كنتم لا تعلمون ماذا أفعل ماذا أقول كيف أتكلم لذلك أنظر في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أصناف فيها تميز قال سبعة يظلهم الله فيوم لا ظل إلا إلا ظله لما تنظر إلى سبعة تنظر إلى تنوع تنظر إلى تنوع إمام عادل حاكم رحيم عطوف يسعى في الخير يشف شفيق بي بي بمن كان على ارضه لا تظهر منه الا تلك الكلمات الداله على صدقه وعلى بذله للخير امام عادل قال كذلك من قال رجل قلبه معلق بالمساجد هنا علاقه قويه مع الله عز وجل سواء كان بناء فرشا نظافه تعلقا ايمانا اخر ماذا يفعل قال ذكر الله خاليا فاضت عيناه هذا تميز تميز يبقى مع نفسه يخشى الله ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفره قال واجر كبير تقشعر قلوبهم عنده تاتيه تلك القشعريره لما يجلس مع نفسه فيذكر الله عز وجل اخر قال وتصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه هذا تميز ليش؟ يسعى لا يريد جزاء ولا شكورا جنودنا في اليمن جنودنا في قندهار لما ماتوا هناك استشهدوا اخرون تبع الاحمر والمؤسسات الاخرى هم في كل مكان يفعلون يرسمون البسمه ويزرعون الامل ويحصدون تلك الثمار اليانعه لماذا؟ ماذا يريدون من تلك؟ لا يريدون الا ان يؤدوا تلك المهمه الرائعه النبيله. اذا هنا تميز في الخفاء، تميز في الخفاء. طيب اخر امراه دعته ذات منصب وجمال قال اني اخاف يا اخي ابتعد يا بنت الناس ابتعدي عني انا ما اريد طريق الخطا وانا انما اريد ان احفظ نفسي. اذا هنا تميز العفه الحياء هذا تميز. بعدين ذكر عبارة عن علاقة بين أخ مع أخيه صاحب مع صاحب مع أخيه اجتمع في الله تحب فيه يعني حب مبني يعني مش مصلحتي مصلحة خاصة إنما علاقة صادقة اليوم عندنا الدكتور عمار حسن إبراهيم الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية وقمنا نتكلم عن التميز كيف هذا الدين فيه تميز تميزنا في ماذا عطاؤنا في ماذا بعد الفاصل نواصل ابقوا معنا. مرحبا بكم ايها المشاهدون من جديد. ومع الضيف في حلقتنا فضل الدكتور عمار حسن ابراهيم الواعظ في الهيئه العامه للشؤون الاسلام والاوقاف حياك الله فضل الدكتور اهلا وسهلا ومرحبا بكم حياك الله دكتور الحمد لله الله يجزيك ان شاء الله الطريق كان سهل بالنسبه ميسر طالما في اشواق وفي محبه الله يجزيك تحملنا اليكم اشواق الود الله يبارك والتميز فيك. والتالق الدائم ان شاء الله الله يجزيك أه دكتور أحببنا اليوم ان نتكلم عن التميز الان الناس يتكلمون عن التميز وحقيقة ديننا يدعو إلى ذلك ويحثنا على ذلك نحثنا إلى أن نكون متميزين لا يرضى ديننا لا يرضى لنا أن نكون في آخر الناس أو آخر الأقوام أو دون ذلك كنتم خير أمة تميز فما هي النصوص الدالة على ذلك فضل الدكتور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه فقد قدمتم مقدمه رائعه جدا شامله الله. وتنم عن حاجه هذه المجتمعات وجميع الاخوه الى فهم هذه النقاط التي تحتاجها امتنا بشكل عام واخواننا واسرنا واهلنا بشكل خاص فكما تفضلت استاذي الكريم هذا التميز خصوصيه من خصوصيات امه الاسلام ونبي الاسلام عليه الصلاه والسلام الذي تفرد بكثير من الصفات واراد الله عز وجل الخيريه لهذه الامه فقال كنتم خير امه اخرجت للناس الدعوة إلى الوسطية وكذلك جعلناكم أمة وسطا فاستبقوا الخيرات وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الرعيل الأول الذي فهم حاجة هذه الأمة إلى التميز وإلى السباق في الخير فكان لا يسأل أحدهم رسول الله صلى الله صلى عليه وسلم الله. إلا يا رسول الله دلني على عمل يقربني إلى الله يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته حب الأعمال إلى الله, الله حب الأعمال صحيح. أزكاها أقربها أعلاها منزلة وهذه كلها نصوص ثابتة بالكتاب والسنة في السباق إلى الخير في المبادرة بادر بالأعمال سبعة ما كان أحد يفكر بأن يتخلف أو أن يرضى كما تفضلتم شيخنا الكريم بالدونية أو أن يكون ذو منزلة ضعيفة أو مقام لا يصل فيه حتى الصحابي المحب الذي أحب النبي صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم وذبل واصفر جسمه جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يهتم ليوم القيامة وقد بقي بينه عليم الله كم ألف سنة يخشى ألا يلحق بركب الأنبياء والرسل سمع عن مواصفات الجنة وعن الفردوس الأعلى إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى أولئك الوارثون الذين يرثون الفردوس الفردوس فكان السباق حتى في الدنيا والآخرة النظر إلى أعلى الدرجات المتميزة في جانب الخير التي تجعل الإنسان موئلا لإخوانه ومجمعا للخير ومحبا للخير ولذلك لما تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم على جميع الأصعدة سواء الصعيد الدعوي في أخلاقه في صفاته في تعامله مع الناس في أسرته في داخل بيته في مجتمعه في بذله في أنفاقه كان كالريح المرسلة شجاعا الناس يفزعون وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يرجع يستطلع الخبر ويرجع يقول لن تراعوا لن تراعوا لا تخافوا استطلعت والامر ليس مخيفا فكان دائما صلى الله عليه وسلم في المقدمه وهكذا تبعه اصحابه صلى الله عليه وسلم حتى حتى مؤرخو العالم يذكر احد المؤرخين الفرنسيين يقول وماذا لو وصل المسلمون الى فرنسا مما كنتم تخافون؟ هل تخافون ان تصبح فرنسا مثل الاندلس؟ هذا الذي يخيفكم؟ حتى المؤرخ الفرنسي جاء إلى القاهرة قال والله رأيت عجائب عند المسلمين أي أن هناك صورة أحيانا تضعف همة الإنسان أن هناك مثبطين تجعل من الإنسان منهزما داخليا ونفسيا ومكتئبا يقول هذا المؤرخ رأيت عند المسلمين في مصر مسجدا في القاهرة اسمه مسجد القطط وهذا موجود في حلب موجود في دمشق وهذا موجود في تركيا موجود مسجد القطط في مسجد القطط لما يوقف اهل وجماعه مم. المسجد وقف القطط الطعام يطعمونها قال ولا يجوز عندهم للصبي ان يضرب القطه يعني هذا شيء عظيم جدا لان الرحمه عند المسلم اعجبه التميز في التعامل بين بعضهم كيف يوزعون صدقاتهم اعجبه التميز في الوقف الاسلامي حتى درس المؤرخ الفرنسي درس صفات الطفل المسلم قال لا يسمح المسلمون لابنائهم ان يضربوا القطط وهذا لا يجوز في دينهم وينقل هذه الاخبار الى العالم في فرنسا ويتكلم عن الجانب المتميز في صفات الانسان المؤمن والمسلم افضل دكتور انت تتكلم هنا اولئك الوارثون الذين يرثون الفردوس وَهُمْ فيها خالدون الله عز وجل قال قد افلح المؤمنون افلح افضل تفضيل يعني هناك علو في المنزله هناك هذا فالح وهذا افلح تميز هناك عنده من التميز الذي ليس عند الطرف الاخر فضله الدكتور في وصف اولئك المؤمنين جاءت على جانبين جانب يتعلق بعلاقه الانسان مع الله صلاه هناك صوم هناك زكاه هناك المحافظه التأكيد على الصلاه كذلك مع العلاقه مع الاخرين الذين اللغو معرضون الذين هم لاماناتهم وعادهم راعون الذين هم على فروجهم حافظون يعني حفظ النسب الوفاء بالامانه ما وجه هذا التنويع وكذلك البيان في ان الانسان يراعي في علاقته او في تميزه جانب مع الله عز وجل هناك جانب آخر مع المخلوقين نعم. شيخنا الكريم هذه خصوصية الإسلام ما جاء الدين ليكون دين الكهوف والمغارات كما كان عند الأمم السابقة إذا كان ترهبن الإنسان أو تدين الإنسان اعتزل الناس وسكن رؤوس الجبال والصحارى والبراري دين الإسلام هو دين الحياة وهو خاتمة الشرائع وكتاب الله لن يأتي بعده قرآن ولذلك ستجد في الإسلام صلاحية بأن يكون هذا الدين مواكبا لكل حضارات العالم ولا يمكن لمعتقد أن ينجح إلا إذا كان متوازنا فعلاقة الإنسان مع ربه علاقة الإنسان مع نفسه علاقة الإنسان مع الناس جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر على نبعة ماء وهناك الشجار والظلال في رأس جبل فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يأذن له أن يعتزل الناس يكف أذى عن الناس ويخلص من أذى الناس فقال الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم يا أخي إذا كان الإنسان يبتلى في رزقه أو يبتلى في جاره أو مجتمعه أو في طبيعة تعامله مع الناس هذا هو صحيح. هذه هي الصورة الحقيقية الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الدنيا في مفهوم الإسلام هي ليست الدنيا التي هي دار الحساب ودار الجزاء أو الإنسان إما أن يعيش مرفها منعما أو يخالط ملائكة على وجه الأرض أو أنه يعتزل البشر لا. المؤمن مخلوق حتى يواكب طبيعة الدنيا في الدنيا الإنسان خليفة الله عز وجل نعم في هذه الحياة ويشترط لهذا الإنسان الخليفة لابد أن يواكب كل شيء نعم وأن يتميز في كل شيء فضل الدكتور من الأمور اللي تميزت بها الشريعة أنها وسط لا غلو لا تطرف هناك تميز هناك إنسانية هناك رحمه الراحمون يرحمه الرحمن جاءت في معتقداتها الشريعه جاءت في عباء في في شرائعها ان هناك تميز في وسطيتها تميز في يسرها في سماحتها ما يوجد عند الغلو لا يوجد هناك تشدد لا يفتى بدون علم لا يتكلم انسان بلا علم لا يعمل بلا علم ان جهلت فارجع الى العلماء لا تاخذ العلم بلا بلا فهم وبلا معرفة بمقاصد الشرع هناك تميز لماذا؟ التميز هنا حتى يستطيع الإنسان أن يفهم روح هذه الشريحة الشريعة الإسلامية كما تفضل شيخنا الكريم على صعيد العلم خصوصية الشريعة خصوصية الشريعة أن أول كلمة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ وأن خصوصية التشريع الإسلامي أنه علم رباني إلهي وماذا نستفيد من ذلك؟ نستفيد التجربة التي يبذلها الإنسان ويمضي كل حياته حتى يكتشف لنا أضرار الخمر أضرار لحم الخنزير ثم بعد ألف وخمسمائة سنة يطلع من المختبر يقول لكم اكتشفت وجدت فهذه هي الاستباقية الموجودة في بركة العلم الرباني حيث يختصر على الإنسان بذل الوقت في شيء واضح طيب. اصبح بدهي معلوم عند الناس والعلماء في في المجتمع الاسلامي وفي مدرسة القرآن كما يقول إمام مالك يقول ما أفتيت حتى شهد لي سبعون من أهل العلم سبعون من ثقات العلماء والله دكتور الحين الواحد يعني يستبيح دماء وأعراض وأموال وأوطان الله أكبر بفهم سقيم صحيح. يفهمه بمفرده يقرأ النص من القرآن والسنة لا يعلم بحكم ذلك النص وما يدل عليه النص وما المقصود بهذا النص وما تكلم فيه العلماء في هذا النص ثم يفتي فيعتدي على الأبرياء يعتدي على النساء يعتدي على الأطفال ويرفع بذلك شعار لا إله إلا الله الله أكبر وهذا متميز هذا يعني متميز لكن بجهله في جهله إذا هناك تميز في الخير تميز في الشر وهو الاستطاله واستباحه دماء الناس، أنا والله لما اقرأ سيرة سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله وسلم. عليه وسلم، يعني في شهر كامل لما كنا نتكلم عن القدوة الكبرى كان عندنا محاضرات فنتكلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم الله كان وسلم. معلقا سيفه وأخذته غفوة ونام عليه الصلاة والسلام ثم اختلط هذا الرجل عليه سيفه فقال له من ينجيك مني يا محمد قال الله فمن هيبة الإيمان وعظمة النبي صلى الله عليه وسلم سقط السيف هذا المعتدي فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم قال من ينجيك مني قال يا محمد كن خير آخر فقلت لكل من التقيت بهم في صفات النبي وأخلاق النبي وحسن المعاملة والدورات اللي قلت سنعطي لكل واحد ورقة استبيان ماذا ستفعل لو كنت في هذا الموقف ماذا ستفعل أمام هذا الاعتداء الغاشم والله لا تكاد تجد انسان بهذه الصفه. الله دكتور، احنا واحد يلف عليك بالسياره تضرب له هرن وتنزل تفات. <applause> <فسلحة تصفيق> كما تفضلت حتى في الشارع كن <applause> متميز، اعطي الطريق، اعطي الطريقه حقه، ليس المقصد كان في ذاك الزمان الجلوس او ايذاء المركوبات، اليوم حياه الناس جل يعني خصوصا في الشوارع والعواصم المزدحمه يعني نصف حياة الإنسان في الشارع وهو جالس في سيارته ألا يحتاج هذا إلى تميز في حسن المعاملة في, في الأخلاق والله لما تعطي الطريق وتفسح هذا قمة الأنصاف تساعد الإنسان المتضرر تعبر عن تعرف دكتور يعني الآن يعني في السيارة قد يكون في الليل مثلا أو سيارة مع وجود الزجاج هذا الملون لا يعرف من أنت في السيارة لكن نعرف أن في هذا إنسان في هذه السيارة صاحب مبادئ رائعه نعم وصاحب أخلاق يعني ويعبر عن الصفة الإنسانية الراقية الأخلاق المعاملة الحسنة وكما تعلم شيخنا الكريم أن سبعة آلاف أرخبيل وجزيرة من ماليزيا وتايلاند وأندونيسيا ما وصلتها جيوش إنما كانت أخلاق صحيح المسلمين أخلاق الدعاء حسن المعاملة هذا الذي سيجعل الناس تشرئب أعناقهم وتشنف آذانهم إلى الاستماع إلى فضائل الدين دكتور أنت تتكلم هنا أقول سبحان الله دكتور مع أن هذا الدين هو يسر وما خير صلصنا بين أمرين إلا اختار أيسرهما جاء لحقن الدماء جاء لحفظ الأعراض جاء لصيانة العقول ورعايتها جاء لحفظ النسب جاء لهذه الأمور كلها ثم تجد اولئك الذين لم يفهموا هذا التميز الذي كان قد اتى به الرسول صلى الله عليه وسلم فتخرج في بعض الفضائيات تلك الفتاوى او تسمع ذلك الذي ينشر عبر مقاطع الهاتف او ذلك الانسان الذي يفتي تجد هذه الفتوى الذي ياتي بها ليست لها علاقه بمقاصد الشريعه الاسلاميه ولا بروحها ولا بجوهرها ولا ما اتى به الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أيرضى صلى الله عليه وسلم أن يكون من يرفع شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله يقتل الآخرين يفجر يسعى في الإفساد يسعى في التخريب يسعى في قتل الأبرياء قتل النساء قتل الأطفال يعتدي على الآخرين ما كان يرضي ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه لأن قوما من مضر دخلوا عليهم مشتام النمار فغضب واحمر وجهه وكذلك عاتب أسامة على رجل قال في معركة وهو يقاتل أسامة لا إله إلا الله دواعي القتل كانت موجودة ولكن أين ذلك الروح أين تلك الروح التي دعا إليها الرسول صلى الله عليه وسلم هي الروح السماحة والتيسير والإنصاف وكذلك مبادئ الرحمة الله والله نحن بحاجة يا أخي كلنا بحاجة إلى هذه الصورة المشرقة عن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا النبي الرحيم والله يا أستاذ لقد رأيت مشهدا يقتل فيه طفلا ويقول لصاحبه كافر كافر اقتل الكافر طيب إذا أنت مؤمن وإذا أنت مفتي وأنت عالم ما هي شروط التكفير في حق هذا الطفل لو كان كافر ابن كافر هكذا وجامعهم في مسجد اسر اسر وتلغيم البيوت على اهلها وهم نائمون اطفال ونساء هكذا هكذا الحدود في الاسلام هكذا والرسول صلى الله, صلى الله عليه, صلى الله عليه وسلم, وسلم يقول ادرأوا الحدود بالشبهات الرجل الذي اخطا كنا له النبي صلى الله عليه وسلم خطاه باحد عشر لفظا وقال الصحابه وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يلتمس له العذر كان يعرض عنه صلى الله يعرض عنه كان يعرض عنه نعم ولما هرب قال هل لا تركتموه لعلّه ان يتوب بعد ان ثبت عليه الحق والله اكبر قاضي في العالم لا يستطيع ان يجد مخرج لهذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم قال هل لا تركتموه اذ هرب لعلّه ياتي الي فيتوب ولما راى خاله قالوا شو الخدمه اللي قدمتها لهذا ماعز ماذا قدمت له هل كنت تريد أن تعطي الصورة عن الإسلام وحكم الإسلام وشريعة الإسلام والله لو سترته بثوبك لكان أحب إلى الله مما فعلت حتى هذا الخال الذي بجهله دفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليطهره الرسول صلى الله عليه وسلم إذا والله لا مخرج لهؤلاء وهم ليسوا أكفاء وليسوا قضاء ونحن براء منهم فهم لا يمثلون ديننا ولا يمثلون شريعتنا ولا يمثلون اسلامنا حتى ان سيدنا عمر رضي الله عنه لما رفع له امر الرجل الذي وجب عليه الحد في المعركه لم يقم عليه الحد فقد تكون هذه هذه الشبهه يستغلها هذا الرجل فينفر من دين الله او يهرب الى اعداء الله شوف في نقطه دائما اقولها راس المنافقين كان في عهد رسول الله عليه الصلاه والسلام وكان صلى الله عليه وسلم يعلم اولئك المنافقين بأسمائهم وأوصافهم وبيوتهم وأشكالهم لكن لم يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يُنقل عنه أنه قتلهم. عليه الصلاة والسلام. أو ضيق عليهم. الله أكبر. أو يعني أوجب عليهم شيء بل كان منهم ما كان يعني اعتدى على عرضه صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ولكن لا يقول لا يقال أن محمداً. عليه الصلاة والسلام. يقتل أصحابه. نعم. هناك هناك فهم. هناك مبادئ، هناك إنسانية، ولذلك يعني سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي قال قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن والمؤمن أمينه الناس على أموالهم وأعراضهم الله أكبر هذه ولكم في القصاص حياة في قصاص في محكمة في تخصص صحيح في أناس الرسول لم ينفي عن كل الناس الحدود وإنما كل قضايا 23 سنة ستة حدود فكان الرسول صلى الله عليه وسلم بعث للحياة والحياة في سبيل الله أرجى من الموت أرجى من إنهاء الحياة أو طلب الدمار للناس أو القتل للناس فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي رحيم يدعو على الناس ويقتل الناس فمعنى رسالة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما معنى ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء لينقذ هذا الانسان الخطاء ليرشد هذا الانسان الجاهل، جاء رجل فقير مسكين جائع من شده السغب الذي اصابه والمجاعه التي المت به راى زرعا فرمى بنفسه في هذا الزرع ياخذ من حب الحنطه ويسف وياكل واخذ بعض السنبل في ثوبه واذا بصاحب البستان ياتي فيقوم بما يلزم كعادة الناس من ضرب وإهانة ويجره إلى رسول الله وأدوات الجريمة معه وآثار الجريمة فقال الرسول دعه هل كان جاهلا فعلمته أو جائعا فأطعمته هذه رسالتنا وعفى عنه لأن هنا يعني موضوع السرقة ليست كل الجرائم هي حدود كما يظن البعض وليست كل أنواع في اغتصاب في سلب في نهب في شيء معروف في تزوير فشيء واحد هو الذي يحض عليه الإسلام عندما يسرق المال من مكان خفي حصين ويشتبه من حرزه من حرز حصين فيشتبه على كل الأمة اتهمت وكل المجتمع وضاعت الجريمة أشغل القضاء سرق المال اتهم اه سمعه كل الناس فجاءت العقوبه على ربع درهم والا في الحقيقه هذا المال لا يساوي قطع هذا الانسان فلذلك لكن حتى تصل الى هذه المرحله تحتاج الى مراحل كلها صحيح كل هذه المراحل ولذلك أشوف سبحان الله فضل الدكتور حتى في هذا الجانب ارجع لذلك الى الى جهه متخصصه اكيد الى ولي الامر والا لو كان الامر مفتوحا لضاعت الانسانيه ولا تمزقت وتقطعت ولا يجوز لاي انسان ان يقتص لنفسه وتاتينا الفتاوى موظف يقول اخذ حقي في الشركه وانا استوفي من الميزانيه اللي تجيني لا صح. انت موقع عقد وهذا راتبك ولك حق والا للدعى من ادعى انت وجهه نظرك ان هذا مالك وتحب ان يكون هذا الشيء لك ويكون هذا الخير لك ربما من حسد او انت تقدر جهدك ولكن في العقد أن هذا ليس من حقك وأن اليد التي امتدت إلى هذا المال مال مسروق صحيح. فضلت دكتور شوف الدين بتميزه راعى طاقة البشرية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها راعى الرجل راعى المرأة راعى الطفل راعى المريض راعى الكبير راعى الصغير راع الشريعة كل إنسان على حسب قدرته أو على حسب قوته أو على حسب كذلك طبيعته على حسب طبيعته أو كذلك على حسب كذلك عمره فجاءت الشريعة بتميزها راعت كل تلك الأصناف حتى يؤدي الإنسان العبادة على استطاعة وكذلك بكل قوة وبكل ارتياح نعم كما تفضل الشيخ الكريم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والرسول صلى الله عليه وسلم كان يستنهض الهمم ويعلم بان كل انسان يصلح لمهمه فهذا الانسان وهذه رساله الى اهل الشركات والمؤسسات باستخراج هذه الطاقات الكامنه هذه المهارات التي اودعها الله عز وجل في نفوس هؤلاء العمال هؤلاء الموظفين فقد يكون هذا الانسان يرى الزوايا المهمله بالنسبه لصاحب العمل ويرى الاشياء التي لا يراها صاحب العمل بمهاراته وخبراته والرسول صلى الله عليه وسلم لم يهمل احدا بل كان يستشير حتى حتى اقرب المقربين من نسائه واهل بيته وزوجته مثل وفي أم سلمة قضايا وفي قضايا عظيمه قضايا آه مصيريه صح لولا راي ام سلمة كما يجمع علماء وفقهاء وشراح سيره النبي عليه الصلاه والسلام في صلح الحديبيه لنزل العذاب على الامه لنزل العذاب لان قال لهم قوموا بعد ان وقع النبي صلى الله عليه وسلم على الصلح هم فهموا بان هذا تنازل حتى سيدنا عمر رضي الله عنه يقول والله لا أدري ما يفعل الله بي ولقد خشيت الله أن ينزل بي قرآنا يا رسول الله ألسنا على حق ألسنا, 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 ألسنا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له إلا أن يوقع ويصالح ويحقد الدماء ويرجع وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينظرون من الناحية العاطفية بعدوا عن اهاليهم ووطنهم وهم بشوق الى الكعبه والى الى مكه وكانوا يشتاقون حتى المشتاق كانوا يستوردون الاذخر حتى حشائش ونبات مكه فيشمها المغمى عليه فيشفى من شوقه الى اهله وداره. في هذه الاثناء ام سلمه تقول يا رسول الله اعذرهم اعذرهم يا رسول الله ارحمهم يا رسول الله وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يستمع إليها كيف أرحمهم مخالفين قالت يا رسول الله أخرج وادعو ولا تكلم أحدا وادع حالقك فليحلق وانحر ثم إذا رأوك فعلت ذلك فعلوا مثل ما فعلت قال فقام بعضهم يحلق لبعض حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما من الهم والحزن لا المحلوق يدري ولا الحالق يدري والدماء تسيل وهم غرق في دمائهم بلا شعور وبلا إحساس ولما فعلوا ذلك رأوا أن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم وأن نمر رأوا بعد ذلك حسن اختيار وحكمة الرسول نعم. صلى الله عليه وسلم نأخذ فاصل الله يحفظك نعود معنا أيها المشاهدون ولكن بعد هذا الفاصل نكمل مرحبا بكم ايها المشاهدون من جديد من جديد فضل الدكتور لازلنا في حديث مع التميز حقيقه متميز مطمئن البال المتميز تجد دائما سعيدا في حياته صاحب عطاء لا ينضب وكذلك صاحب مبادئ يشعر الانسان او يشعر من حوله بالامن والاستقرار لماذا لان هناك تميز. التميز في الاخلاق هذا الصادق وهذا الامين وهذا الوفي وهذا الحيي وهذا البشوش وهناك تميز فكيف الانسان يعني يعني يتمكن في هذا الجانب او يكون ذا مهاره عاليه في هذا الباب. نعم شيخنا الكريم كما تعلمون ان هذه الاخلاق لها اثار على نفس الانسان فالابتسامه تستخرج الابتسامه واحترامك للناس يولد احترامهم لك كذلك ويعرفون قدرك فهذا الانسان الذي يعيش في منظومه متكامله اخلاقيه مترابطه على الثواب وعلى الاجر وعلى حسن الختام وعلى كثره من يدعو له هذه كلها تنعكس على ايمان الانسان وعلى صفات الانسان وعلى معامله الانسان وكيف لا يكون هذا الانسان صاحب هذا الخير وصاحب هذا الفضل وهو يقتدي بسيد الانسانيه بسيد ولد ادم فداه ابي ونفسي هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله وامتدحه باعظم مدح فقال وانك لعلى خلق عظيم ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جاع والرسول صلى الله عليه وسلم اصيب وفقد الولد وفقد القريب و... وسجن في شعب أبي طالب و... واتهم في عرضه عليه الصلاة والسلام صراحة صراحة ما كان يمر عليه عام إلا وتمر عليه مصيبة أو مصيبتان حتى لقب علماء السيرة عاما كاملا من حياة النبي بعام الحزن من كثرة ما توالت ومع ذلك كان متفائلا عليه الصلاة والسلام صراحة 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 ويعجبه الفأل الحسن يعجبه الفأل الحسن حتى ولد من اسماء اصحابه ومحيطه كل شيء جميل وكل شيء حسن حتى سيفه عليه الصلاه والسلام وحتى ترسه وحتى درعه وحتى الاناء الذي يشرب به وحتى ناقته صلى الله عليه وسلم كان متفائلا في كل شيء ويرى كل شيء جميل حوله عليه الصلاه والسلام وهذه صفه الانسان المتميز الذي يعلم بأنه جاء إلى هذه الحياة الدنيا وأن المآل إلى الله عز وجل وأن الرجعة إلى الله عز وجل وأن ما عند الله خير وأبقى فماذا لو عفا ماذا لو لو أصلح ومن عفا وأصلح فأجره على الله فأفضل من أن يكبت الحزن والحقد في قلبه تراه يذهب إلى بيت من ظلمه أو آذاه ويطلب منه السماح من عظائم التاريخ الإسلامي أن رجلا تزوج بامرأتين هذه مشان ما <applause> ف... تزعل <applause> ما يعني وكان هذا الرجل مسافر وزوجته في مكان بعيد عن أهله <تصفيق> <تصفيق> وبلغهم بأن هذا هذا الرجل قد توفي ومن أصدقاء والدهم علموا بأن الوالد قد تزوج بزوجة أخرى فراسلوها وسألوا عنها حتى وصلوا إلى زوجة والدهم وقالوا هذا نصيبك من ميراث والدنا قالت ليس لي حق في هذا المال لانه طلقني منذ كذا وكذا وانا لا استحق هذا المال يقول المؤرخ والله لا ندري ممن نعجب نعجب من هؤلاء الاولاد وبرهم بوالدهم وزوجه والدهم ام نعجب من امانه هذه المراه ام نعجب من أمانة هذه طيب من يشهد لو أنها قالت للأولاد هذا مالي وهكذا دروس الأخلاق والأمانة في حياة سيدنا عمر رضي الله عنه جاءوا بصندوق وفيه حزام وفيه ثلاثمائة مجوهرة مرصعة كل جوهرة لها رقم ومكان انكسر الصندوق وتناثر الدر والجوهر فجاءوا ولا يعرفون كيف يعيد كل شيء الى مكانه حتى وصل الصندوق المكسور الى الخليفه فاعادوا كل مجوهره الى مكانها فقال عمر والله ان الذي ادى هذا لامين قال علي والله لولا انك امين لما ادى اليك هذا الامين قالوا من هذا الامين قال الجندي: والله لا أريد أن يعرفني والله لو أردت أن يعرفني عمر ما رأيتم حبة جوهر من هذا الصندوق، فأبى أن يعرفه عمر حتى يكافئه، لماذا؟ لأن الإنسان يعلم تميز, تميز, في نعم تميز في في ما يطلب من الأجر من الثواب هذا الذي يولد الأمانة في في حياة العامل في حياة الموظف في حياة الإنسان فيكسب الأجر العظيم الناس يأخذون بمبادراتك وابتكاراتك ومشاريعك تخفف العناء على الناس ولذلك ترى كل إنسان مبتكر كل إنسان مبادر كل إنسان سباق إلى التخفيف عن عباد الله إلى يسير حتى أصبحت سنة عند المسلمين أنهم يفرحون يقولون هذه بصمة جديدة للإنسانية يستفيد منها كل من يستفيد حتى أن أحد العلماء رفع بصره إلى السماء فرأى طائرة قال جزاه الله خيرا من صنع هذه الطائرة قالوا كيف تجازئ ربما غير مسلم؟ قال أليست هذه خدمة للإنسانية أليس نحن نستفيد منها هذه نعم الله جعلها الله نصنع عليكم معروفا فكافئوا نعم أي إنسان تشجع الخير تنمي الإحساس بالمسؤولية والشكر حتى عند كل أفراد الأسرة ينمو هذا الإحساس والكل يبادر إلى أن يكون السباق والأول والمتميز شوف سبحان الله هنا مثالين أستحضرهما المثال الأول رجل لم يعمل خيرا قط كان يدين الناس عنده اموال فيقول لغلامه المعسر تساهل معه ومن ليس له مال تيسر معه لا تشد على الاخرين فلما توفاه الله عز وجل لم يكن له عنده مال ما يكون عنده من عمل قال ليس لي الا هذا العمل فقط العمل الصالح فيقول الله عز وجل انا احق بذلك منك فيغفر الله له فيدخل الجنه بالمقابل رجلان من بني اسرائيل احدهم عابد والاخر كان يقيم على المعصيه وكان يذكره بالله حتى أتاه يوما وهو على ذنب فقال اتق الله فإلي فقال إليك عني أو بعثت علي رقيبة قال إذن والله لن يغفر الله لن يغفر الله لك الله أكبر فأماتهم الله فقال الله من الذي يتألى علي قد أحبطت عملك أيها العابد لماذا لأنه تجنى على الإنسانية اعتدى على البشرية اعتدى على ذات ذلك الإنسان فحكم عليه هنا الله عز وجل غفر لذلك الانسان لانه كان رحيما بالخلق وذلك لما اساء التعامل مع المخلوق عذبه الله عز وجل الله أكبر حتى لو كان حيوانا كما اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم والسلام. والسلام هذه شيخنا الكريم صفات صفات التشريع الاسلامي بان الانسان له تخصصه له تخصصه له هذا العابد راى انه متميز بالمعنى السلبي لانه افضل وانه اقرب واصبح اصبح يتجنى على عباد الله ويؤذي عباد الله بلسانه كتلك المراه التي تؤذي جيرانها وتظن بان لها رصيد عند الله وهي لا تعلم بانها تمحو اولا باول كل حسنه وشرط شرط العمل الصالح انما يتقبل الله من المتقين ان نضمن هذا العمل وأن نخفيه وأن نخلصه لله عز وجل وأنا أنصح نفسي وإخواني وكل الإخوة والأخوات بأن يكون لهم خبيئة عند الله سبحانه وتعالى ولو ركعتان في جوف الليل عمل خاص بينك وبين خاص ربك نعم ومتميز وأنا أحرص كفالة يتيم بناء مشروع شراء دواء وقد وجدت والله أن هذا من أسباب قضاء الحوائج من أراد أن يشفيه الله يوفر دواءً دواء من جنس المرض كما جاء الرجل إلى عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه وعنده دم يجري ولا يرقأ هذا الدم فقال له احفر بئرا وأسأل الله أن يوقف جريان دمك قال والله ما أكمل حفر البئر فشرب الناس حتى وقف الدم خير المال عين جارية عين ساهرة لعين نائمة دكتور بقية دقيقتان كيف نخطط تخطيطا جيدا حتى نكون متميزين في دقيقتين ونصف لا دقيقة دقيقة ونصف لك ونصف دقيقة لي أنا <applause> الله يجزيكم الخير التخطيط قد يظن الناس بأنه علم جديد ولو طرحنا استبيانا على أنا أقول على المسلمين أولا ما تقولون في من يخطط لسنة قادمة وأنا جربت هذا في الدورات التدريبية أه وجدت استنكار هائل جدا قلت لهم طيب لسنتين ما تقولون في مخطط دولة لعشرين سنة يقول نحن نعيش هل نحن نعلم الغيب قلت لهم هناك من يخطط لخمسمائة سنة بأن هذه الصحراء كم بيت تتسع والشوارع والإنارة وقد رأينا الخطط اللي سنوات والخطة الخمسية ولكن خمسمائة سنة قلت لهم ما تقولون في من يخطط لخمسين ألف سنة قالوا مستحيل قلت لهم اقرأوا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ما هو الغد يوم القيامة أنت تخطط ولا تعلم أنت مسلم وتخطيطك لحياة أبدية سرمدية ليس لسنة ولا لسنتين ولا لعشر بل انت اول مخطط للعالم للازدهار والبناء والحضاره والدنيا مزرعه الاخره. لماذا الناس كما هم في الدنيا ان في الدنيا جنه من لم يدخلها لم يدخل جنه, جنة الاخره. جزاك الله خير دكتور حقيقه التميز هو شعار شعارنا كنحن مسلمين والشعار كل انسان من اراد ان يسعى في باب الخير وكذلك السعادة ونحن في دولة الإمارات الحمد لله قيادت قيادتنا تسعى إلى التميز وهذا الشعب يسعى برمته من مواطن غير مواطن الكل يسعى في طريق التميز فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد ويجعلنا حقا من المتميزين في كل جانب ومجال نشكرك فضل الدكتور على تميزك في طرحك الله وأشكرك وكذلك الشكر موصول لجميع المشاهدين نلقاكم باذن الله في حلقه اخرى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته